بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أنقل لكم تحيات سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتمنياته لهذه القمة التوفيق والنجاح. دعوني أستعرض لكم صورة من المنطقة عندنا، وبسألكم سؤال: هذه الصحراء ممكن نخلي حد من الحضور يجاوبنا وين الموقع هذا؟ مصبح راعي بر طول عمره ويعرف المناطق هذه. هذه الصحراء ليست في الإمارات ولا في الجزيرة العربية. في هذه المنطقة ستكون محطة لإحدى مشاريع الحكومة الاتحادية. إنها صحراء في المريخ. المسبار سيصل بإذن الله في عام 2021. كيف سنصل من صحراء الإمارات إلى صحراء المريخ؟ هذا هو موضوعنا اليوم، وسأبدأ بقصة قبل 40 أو 35 سنة. الله يرحمه الشيخ زايد جمع بعض الخبراء في مجال الزراعة واجتمع معاهم وسألهم إذا في إمكانية أن تكون هناك منتجات زراعية في دولة الإمارات، بحيث يكون عندنا شبه اكتفاء في الدولة على المنتجات المحلية. فطلبوا الخبراء بدراسة البيئة في الإمارات والتربة والأجواء والمناطق، ورجعوا بعد فترة وقالوا: يا شيخ زايد، البيئة في الإمارات لا تصلح للزراعة لأن نسبة الأمطار قليلة والتربة غير صالحة في أغلب المناطق. فبالتالي الوالد الله يرحمه استمع وشكر الخبراء على رأيهم، ولكن أصر أن هذه الأرض أرض الإمارات، أرض الخير والعطاء، مننتج ومنزرع، وتم زراعة بعض المناطق والحمد لله توفقنا، ومن ثم تم دعم المواطنين بإنشاء المزارع والمنتجات الزراعية إلى اليوم بتوفيق من الله ودعم المغفور له في قطاع الزراعة. كثير من الخبراء والمنتجين الإماراتيين بدأوا يصدرون إلى خارج دولة الإمارات. إذن السر هنا سر في الابتكار. الابتكار يجعل الدول دائما في المقدمة. لذلك أعلن سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة أن عام 2015 سيكون عام الابتكار، وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد
استراتيجية الحكومة الاتحادية لعام 2015 إلى الأعوام القادمة السبع أعوام ستكون استراتيجية الابتكار. الابتكار أيها الأخوة يحدد مستقبل الأجيال القادمة. الهدف الأسمى هو السعادة. ما في شك أن سعادة المجتمع والمواطن والمقيم هدف أساسي لحكومة دولة الإمارات. فبالتالي جزء من المبادرات التي آمر فيها سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة هي بعض المبادرات وتنصب في سعادة المواطن والأسرة المواطنة. فبالتالي تم اعتماد مبلغ 9,500,000,000 لتخصيصها فقط لدعم البنية التحتية في المشاريع التنموية في مختلف إمارات الدولة. تم صرف منها بما يعادل 5,400,000,000 والبقية ستكون ضمن برنامج مدروس في السنوات القادمة. وأيضاً جزء من إسعاد المواطن والأسرة المواطنة تم دعم صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين بأكثر من مبلغ 2,400,000,000. فكل هذه المبادرات أيها الأخوة تنصب في إسعاد الأسر المواطنة. في أول يوم في القمة لاحظنا أن كنا مركزين كثير على التجربة الكورية. كوريا من أكثر الدول اللي قامت في عملية الابتكار ودعم المجال الابتكار في قطاع التعليم والمدارس والكليات والجامعات. فبالتالي المبدأ الأساسي أن يكون لدينا طلاب يحبون البحث والتحليل والابتكار وليس فقط التلقين والتحفيظ. التجربة الكورية مهم الواحد يطلع عليها بحيث أن يقارن أين كانت كوريا وأين هي الآن اليوم. سنة 1970 كان نصيب الفرد في كوريا اليومي دولارين. 1970 دولارين نصيب الفرد في كوريا، أي ما يعادل 700 دولار في السنة أو 800. اليوم وصل نصيب الفرد من 700 دولار إلى 32,000 دولار نصيب الفرد، وهذا النصيب وصل وليس بالمصادفة ولكن بالعمل والجد والاجتهاد والتركيز في التعليم والابتكار والمواد العلمية وفتح المجالات للمتميزين في الابتكار. فلهذا السبب فكرنا أن تكون هناك 7 مبادرات في الحكومة الاتحادية. المبادرات هذه كلها تنصب في الابتكار. الابتكار في قطاع التعليم في المدارس والكليات والجامعات. وسنحتفل بإذن الله معكم السنة القادمة بالفائزين والمكرمين بهذه الجوائز، لأن بيتم الإعلان عن المبادرات اليوم وسيتم تقييم المؤسسات المشاركة وتكريم المتميزين. المبادرة الأولى
مختبر الريبورتات في المدارس لأنها تركز على المواد العلمية المهمة في الابتكار. المبادرة الثانية ستكون في تطوير المناهج المتعلقة بالابتكار، تغيير طريقة تفكير الطلاب، نعلمهم كيف يتعلمون ويبحثون. فهذه الأشياء ستنصب جميعها في الابتكار، وما في شك بيكون في تنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وأيضاً المبادرة الثالثة ستكون إضافة الابتكار كمعيار أساسي في تقييم المدارس، سواء كانت مدارس حكومية أو المدارس الخاصة. التقييم ليس فقط للمرافق والمناهج والمباني المدرسية، ولكن التقييم على البناء العقل، وأهم من البناء اللي هو المعلم وتطوير المعلم، لأن في الأخير المعلم هو اللي يدرس الطلاب. المبادرة الرابعة، سيكون هناك معرض وطني للابتكار. المعرض سيكون معرض سنوي بمشاركة طلاب المدارس والجامعات، وسيكون هناك تعاون مع كل الجامعات ووزارات، وزارة التربية والتعليم ووزارة البحث العلمي، بحضور القطاع الخاص، والدعوة ستكون مفتوحة لجميع القطاعات الخاصة. المبادرة الخامسة، سيتم إنشاء حاضنات، حاضنات للابتكار الطلاب في الجامعات وللشباب أيضاً، وسيتم دعمهم من الحكومة في البداية حتى يتم إنجاح الأفكار هذه. فالحكومة بتتبنى المشاريع المبتكرة من الطلاب في البداية إلى أن تنجح هذه المشاريع، ومن ثم تستطيع المنافسة في الأسواق العامة. نساعدهم في البداية حتى يساعدوا أنفسهم. المبادرة السادسة ستكون مبتكر المستقبل، استكشاف المواهب، وهذه مهمة جدا، استكشاف المواهب في سن الخامسة والسادسة من بين السنوات هذه. وإن شاء الله أن بيكون عندنا طلاب وطالبات في الدولة مبرمجين في هذه السنة من بين الخامسة والسادسة والسابعة. وأعتقد بيكون مهم جدا أن يتم تدريب المدرسين أيضا والموجهين على أساس يتم اكتشاف للطلب الموهوبين. المبادرة السابعة، برنامج رعاية المبتكرين، سيتم إقامة مخيمات تدريب، وبيتم إقامة المخيمات هذه في فترة الصيف في دولة الإمارات للمبتكرين. زيادة على البرامج هذا بيكون في برامج تدريبية مكثفة وإرشاد متخصص للطلبة في الفترة الصيفية. الآن عندنا استعراض مهم جدا من وجهة نظري أنا. عندنا الريبورت الطبي. الريبورت الطبي بنتكلم فيه لأن وزارة شؤون الرئاسة قامت قبل فترة 6 شهور أو 8 شهور تقريبا بشراء الجهاز هذا. هذا الجهاز رقمه 21. 20 جهاز في الولايات المتحدة، والوحيد اللي تم تصديره خارج الولايات المتحدة اللي هو رقم 21، وتم تصديره
للإمارات. الجهاز روبوت القسطرة. نفتخر بالجهاز، ولكن نفتخر أكثر أن الجهاز هذا يقوم الآن بعمليات في دولة الإمارات في مستشفى القاسمي، واللي يقوم على العمليات هذه طبيب إماراتي. إذا تسمحوا لنا بدعو الدكتور عارف يتكلم عن الجهاز ويشرح لنا بعض الأشياء. بسم الله الرحمن الرحيم. شرفني طال عمرك ولنا الفخر باسم إخواني وأخواتي زميلاتي في المهنة في الطب كأطباء مواطنين في الدولة أن نعبر عن كل شكرنا وامتناننا لحكومتنا وقيادتنا الرشيدة بتوفير وتسخير كل هالأمور عشان نوصل ونرتقي بدولتنا الحبيبة لمصافي الدول المتقدمة، فالفخر لنا بقيادتنا ودولتنا. طال عمرك الموضوع هذا ما كان ليتم لولا دعم سموكم الخاص في شؤون مجلس الرئاسة ولجنة مبادرات سمو رئيس الدولة سيدي صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، اللي كان له الأثر الكبير في الحصول على هذه التقنيات الحديثة لنرتقي فعلا لنكون في القيادة دائما إن شاء الله. السر أيضا يجب أن نذكر طال عمرك إلهامنا الروحي والأب الروحي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، هو مصدر وسرنا في النظر لكل ما هو جديد ومبتكر في العالم وتبنيه وإحضاره، وإن شاء الله نحن نوعدكم ونعاهدكم المزيد والمزيد في المستقبل. الجهاز طال عمرك هذا نوع من نظامين هم نحن جلبناهم، نظام الكوريندوس اللي هو القسطرة القلبية اللي له الدور بتخفيف نسبة الأشعة اللي يتعرض لها الطبيب والمريض تصل إلى 95%، وبالتالي تقليل نسبة تعرض للأمراض الخبيثة. نسبة الصبغة اللي ممكن تأثر على الكلى تصل إلى 40% نسبة التخفيض، والدعم في نسبة التكاليف تصل أيضا إلى 10% من استهلاك الدعامات، وما إلى ذلك من على المدى البعيد من التكاليف اللي هي إقامة في المستشفى. إضافة إلى هذا النظام أيضا ولله الحمد توفقنا في شهر نوفمبر الماضي في 2014 بنظام الدافنشي اللي هو جراحة القلب اللي قمنا بإجراء أول عملية منه في منطقة الشرق الأوسط لعمليات القلب، والتي سوف تكون بديلة لعمليات القلب المفتوح اللي هو عبارة عن شق في منتصف الصدر، وهذا الشيء أيضا له مردود مادي إذا نحن فكرنا بسلامة المريض أول طبعا كأساس، ولكن أيضا لو فكرنا العملية هاي تكلف في الولايات المتحدة $300,000 وعندنا وصل التكلفة لحوالي أقل من $30,000، فلنا نرى المنظور أيضا الفائدة العامة على مصادر الدخل في الدولة، ونحن أيضا حريصين على هالأمر. طبعا سلامة المريض تصل نسبة المشاكل فيها بالنسبة للالتهابات وكلها أقل يعني بنسبة 75%، تقليل من نسبة التلوث والالتهابات والمضاعفات والنزيف وهالأشياء، فهاي الأمور كلها راح تصب في سلامة المريض والحفاظ على حياة المواطن والمقيم في الدولة على حد سواء. دكتور إذا سمح لي بسألك سؤال، شو إمكانية إجراء عملية من المستشفى عندك في مستشفى القاسمي إلى في مريض مثلا في الفجيرة ولا مريض في العين ولا مريض في دبي؟ طال عمرك نحن انتو قادتنا وانتو الهامنا، اذا وصلت سموك للمريخ ان شاء الله هذا الموضوع بيكون مصر. شكرا طبعا اذا بتسمح لي بس سموك اخر كلمه، يعني هالموضوع كان مدروس من فتره اكثر من سنه من قبل وزاره الصحه متمثله بمعالي عبد الرحمن العويس الله يحفظه، يعني الموضوع كان مدروس وتم اخذ كل السبل والوسائل لتحقيق هذا الأمر، فالشكر أيضا لمسؤولينا في الوزارة. شكرا. شكرا سيدي. شكرا دكتور. شكرا. صاحب السمو الشيخ محمد
أحب اليوم أعلن عن مسمى وظيفي جديد في الحكومة الاتحادية، الرئيس التنفيذي للابتكار، وهذه المسمى وهذا المسمى أو هذه الوظيفة ستكون في كل مؤسسة حكومية أو هيئة أو وزارة، سيكون هناك رئيس تنفيذي للابتكار. وقعنا اتفاقية مع جامعة كامبريدج لتدريب 60 رئيس تنفيذي للابتكار، والشباب اوريدي متدربين وعلى أهب الاستعداد إن شاء الله لخدمة البلد وفي المؤسسات هذه. ولكن المهم الابتكار سيكون حتى لو في مؤسسات خدمية، يكون ابتكار في المؤسسة نفسها، سواء في السياسات أو الاقتصاد أو الإسكان أو الصحة أو التعليم. فبالتالي سيكون هذا المسمى لدولة الإمارات أعتقد الأسبقية أو من أول الحكومات في العالم اللي تعلن هذا المسمى الوظيفي. هدفنا أن يعمل الجميع بروح الابتكار. هالأشياء اللي حصلت هذه، فنحن نرتي بعد من هذا الشباب اللي علم بالفقاهة والثقافة ولم بهذه الأشياء، أنه بعد كذلك يصل إلى أشياء أخرى جديدة الآن نجهلها، يبغى يوصلنا إلى شيء جديد. فنحن بنكون معاه، ندعمه، اللي ينقص علينا نحن بندعمه فيه، كان كثير ولا قليل. نريد أن نعمل بهذه الروح، روح الابتكار، بروح الشيخ زايد الذي لم يتوقف بل فكر ودبر وأبدع وأنجز. بدأنا معكم بقصة عن صحراء الإمارات، وبنهي الكلمة عن صحراء الإمارات. اليوم نحن عندنا بعض الباحثات الإماراتيات المتخصصات في علم الجينات الزراعية، ونحن نفتخر في البنات هذيلة اللي هن قامن بالعمل في هذا التخصص وهذا المجال اللي نحن بالفعل نحتاجه. سليم السناني ومريم الزعابي ومريم النعيمي، سيدي الخوات تعلمن في أمريكا في جامعات متخصصة في الهندسة الوراثية للزراعة، ورجعن وتم فتح مركز الشيخ خليفة للتقنيات الحيوية والهندسة الزراعية في جامعة الإمارات. هذا واقع، والواقع موجود، والخوات قاعدات يشتغلن من فترة لتطوير الأشجار والنباتات أو حتى خضار ممكن
تطلع عندنا في دولة الإمارات، ولكن نحن بدأنا من قبل سنتين أو فيها الحدود بتركيز على بعض الأشجار أو النباتات الصحراوية لتطويرها من ناحية جينية، وبدأنا بشجرة محلية صحراوية اللي هي المرخ، والآن سيتم زراعة الأشجار هذه في مناطق محددة لعمل التجارب والمقارنات. التجربة مهمة لأنها نباتات محلية وستكون مقاومة للبيئة الصحراوية القاسية عندنا في دولة الإمارات، الجفاف، قلة الأمطار أو ملوحة التربة. فالخواد قام بعمل يشكر عليه، ولكن نحن بعدنا بصدد عمل تطوير جيني لمنتجات زراعية أخرى أو أشجار ممكن تستصلح وتزرع في دولة الإمارات. نحن لدينا ثقة كبيرة بقيادتنا، ولدينا ثقة كبيرة بقدراتنا، ولدينا ثقة أكبر بدولتنا. سيدي أشكركم على الحضور، وأشكر الإخوان اللي قاموا بالعمل هذه القمة، وألف مبروك على الإنجاز. شكرا.